موقع أنا السلفي. أن بداية دخولي إلى الحياة يكون من خلال هذا المنهج. يبقى كيف هنخطو أولى الخطوات في الحياة؟ من خلال المنهج. كيف من خلال المنهج؟ وده كلام إحنا قرأناه في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاف. الدخول أهو. يبقى كيف أدخل من باب الحياة؟ يبقى عن طريق التعليمات والتوجيهات المستفادة من المنهج. يبقى المستفادة من المنهج دي بداية الخطوات اهو. كيف اخطو في حياتي؟ يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. الدخول، الفهم، الدراسة، المذاكرة. يعني نفرق بين امرين. انا مطلوب مني ان انا اتعرف على معالم وملامح هذا الدين. منين؟ من هذا الكتاب الذي أنزل الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا أنا أسير في حياتي حتى نخرج من باب الحياة أيضا. بس نخرج من باب الحياة الأخروية. فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه خط النهاية، نهايتي في الحياة. هذه خط البداية أو نقطة البداية والانطلاق. يبدأ من تفعيل هذا الدين، وده لا يأتي أبدا إلا من خلال الدراسة الواعية والمذاكرة، وكذلك أسير في ذلك الطريق حتى أصل وأخرج من باب الحياة. يبقى لا نقول هنخرج، يعني هنخرج إلى باب الحياة، هي الحياة الأخروية، وبالتالي يتطلب الاستمساك بذلك الدين وهذه المعالم والملامح الواضحة حتى يعني تنطوي الأيام ونخرج إلى الحياة من ذلك الباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.